مخترعون ومكتشفون مع محمد الكردي. أول مخترعة عربية تحصل على وسام الاستحقاق من مؤتمر جلوبل في لندن. مجالات اختراعاتها متعددة ومختلفة، فقد استحقت المهندسة المصرية ليلى عبد المنعم أن تكون أول امرأة عربية تحصل على وسام الاستحقاق من مؤتمر جلوبل، والذي يعقد سنويا في العاصمة البريطانية لندن في مجال الاختراعات الحديثة. بل جاء ترتيب المهندسة الملقبة بأم المخترعين الثالث من بين كل المشاركين في المؤتمر. لكن رغم أنها وصلت إلى العدد 101 من الاختراعات، إلا أن أكاديمية البحث العلمي في مصر لم تقدم لها براءة اختراع واحدة، رغم مرور أكثر من 10 سنوات على أغلب اختراعاتها. لها اختراعات في مجالات متعددة، ففي الطب اخترعت ماكينة لخلع الأسنان وجهاز كمامة الشخير وماكينة قص الجبس وفرن للقضاء على الجمرة الخبيثة، والذي قامت الصين بتنفيذه بنفس المواصفات التي تقدمت بها لأكاديمية البحث العلمي قبل أكثر من عام. لها اختراعات في مجالات الهندسة الميكانيكية وهندسة الري والزراعة والهندسة الإلكترونية وهندسة الاتصالات ومجال الطاقة والهندسة النووية كفلترة المياه ومانع مرور الهواء في عدادات المياه وجهاز عدم فصل الساعة أوتوماتيكي وتليفون لدراسة وخيمة بالطاقة الشمسية وإنسان آلي للبحث عن المتفجرات وآلة باريكير لإزالة الجلد الزائد. أما أهم الاختراعات التي توصلت إليها فهي حوائط التيومين والحديد المنصهر المقاومة للزلازل والصواريخ والصالحة لكل الأبنية على اختلافها، كذلك مواسير المياه والصرف الصحي المقاومة للتآكل وفرشاة الأسنان الحلزونية وكمامة الشخير ومانع مرور الهواء في عدادات المياه وفلتر المياه الذي يوفر 50% وجهاز قياس إجهاد القلب رياضيا. مخترعون ومكتشفون مع محمد الكردي.